حياكم الله مشاهدينا مشاهدي قناة زاكروس الفضائية وين ما تكونون داخل وخارج العراق، وأيضا زملائي داخل استوديو برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. طبعا عادة احنا ناخذكم بجولات عن كل ما يدور في الشارع العراقي وأيضا الأسواق العراقية. طبعا أنا حاليا في دائما احنا نتواجد بهذه المنطقة الجميلة عروس بغداد منطقة الكرادة داخل، حتى نتعرف على حركة الشارع وأيضا كل الأسواق التجارية. احنا جينا اليوم على هذا المحل الخاص بالفواكه وأيضا المخضر. تعرفون بالفترة الأخيرة يمكن هذه المحال تأثرت بأسعار الدولار، كون الدولار صعد فلذلك اليوم صارت الأشياء بمختلف أنواعها أنه شوية السحب صار عليها قليل، لذلك يمكن اليوم المخضر أتوقع أنه أسعاره صعدت نزلت ما نعرف، لكن راح نتعرف على أسعار المخضر اليوم وأيضا هل يا ترى أنه تأثروا تجار المخضر بارتفاع الدولار. تعرفون اليوم إحنا خياراتنا كثيرة، هذا مو البرتقال، هذا اللالنجي، والبرتقال العراقي اللي دائما يكون عبالك شكر مو مثل المستورد اللي يكون به حموضة هواية، فلذلك اليوم احنا خياراتنا موجودة وخيارات كثيرة، ونطمح احنا دائما انه تكون كل الاشياء الايجابية موجودة في الاسواق العراقية. طبعا خلي اشوف الناس، الله شوفوا شنو ما شاء الله، شلون الصحة؟ شلونكم؟ حياك الله. تعرف اليوم الاسواق يمكن خلي اتحول منها، يمكن الاسواق تاثرت بسعر الدولار، انتم اليوم كبيع مخضر وهذه العلوه تاثرتوا؟ نعم تاثرنا تقريبا 50%. شنو السبب؟ سبب ارتفاع الدولار، الزرع هم شويه سدت حدودها، هم شويه صعدت علينا، يعني صعد المخضر العراقي والغير عراقي، المستورد صعد اكثر. في العراق صعد هم ماكو شيء بقايا نفسيته. يعني اذا الحاجه ام الالف نقول ايش قد صارت؟ 1000 وربع؟ صارت 1000 وربع 1000 ونص، والله 1000 وربع 1000 ونص. يعني صعد الكيلو 500 دينار. زين انتم اهل المحال ممكن تاخذون هذه من العلوات او يعني هم يصير عليها رسوم مثلا وهذه التفاصيل؟ طبعا يصير عليها، يعني هسه الفلاح العراقي يبيع طماطم 200 دينار هنا ياخذون عليها عموله وقطعه بالعلوه اكثر من الفلاح العراقي. ياخذون عليها 12% وقطعه 1000 دينار. بالكرتونه يبيعون عليك، يعني لا تاخذ كيلو 200 دينار يوصل عليك 400 450 دينار. يعني التاجر العراقي ابو العلوه يربح اكثر من الفلاح العراقي. صحيح. زين قول لي اليوم الناس بتاخذ هذه الفواكه لو لا يعني؟ والله تشتري بس مو مثل قبل، يعني ابو ياخذ كيلو وين ثلاثه قام ياخذ كيلو كيلو ونص. صحيح. يعني هيك تمشيت حال. مسواق جارب 10000 يكمل جزء مسواق مخضر كامل غير الفواكه. هسه موقع 10000 ياخذ له حاجتين، كيلو خيار 2000 دينار اليوم. اليوم 2000؟ 2000 دينار كيلو خيار. ومستورد يعني مو عراقي. زين شنو هذه الفراولة؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ شنو الفراولة؟ هذا مستورد، هاي تركية وهاي سوريا. زين ياهو لاح. والله اثنين زينات. زين ما عندنا فراولة عراقية حنامات. لا ما عندنا، عندنا طماطة عراقية. طماطة العراقية. كلش. ومأذيتنا كلش. ليش عجل؟ أرى عمولتها أكثر شيء. الطماطة العراقية ياخذون عمولة. بس قول لي الطعم مالتها شلون؟ طبعا طعم زين وطماطة راقية وطماطة خوش طماطة. بس التجار للاسف يعني يخلون البقال العراقي يتجنب الطماطم العراقيه باسعار عمولتها، يعني عمولتها ياخذون اكثر شيء هي على الزرع العراقي. الزرع العراقي ياخذ عموله اكثر عليه، بينما المستورد يجي مستورد من غير دول وهاي ياخذ عليه 100 دينار 50 دينار، بينما العراقي الكيلو يصير عليك ربع فوق سعره. صحيح، زين قول لي بهذا الوقت اللي هو لا شتاء ولا صيف يعني جو معتدل، شنو اكثر شيء ممكن يكون عليه سحب بهذا الجو او ممكن شنو اللي تكون زراعته بهذا الموسم؟ والله هسه عندنا البرتقال العراقية مبدعة. اها. اللالنجية العراقية. من دياله؟ من دياله اكيد، دياله كربله، لان زين اثنين زينات. يلا احنا نطمح دائما يا رب انه خياراتنا تكثر وتكون يرجع السوق مثل قبل ان شاء الله للجميع. شكرا. طبعا خلي نشوف ايضا كل ما موجود. هذه البصل الاخضر، تعرفون احنا بموسم كورونا يقول لك تاكلون ثوم هواي وبصل هواي، الناس تتجنبه لانه ممكن شويه الريحه ما تكون مزعجه، لكن ويا الاكل ممكن ما يبين، بالتالي بكثير من الفوائد والفيتامينات حتى نخلص من كورونا، فانصح باكل البصل خصوصا اذا ويا التشريب. وايضا اللي هذا شو اسمه؟
القرنابيط، قرماطيط قرنابيط نعم القرنابيط ايضا واحده من الاشياء اللي تكون بفيتامينات كثيره، ويا البيض الصبح يطلع بيرفكت. وايضا التفاح اللي هو الاخضر، الناس اللي يسوون حميه غذائيه مو الدايت كلش يفيد. الصبح ممكن تاكلون وحده او بالليل يعني، والناس اللي تدور نظارة بشرة وهاي الأمور، فالتفاح الأخضر جدا مميز. ويعني البرتقال، هذا البرتقال عراقي مو؟ هذا المصري، شوف لا العراقي مبين، أي ذاك العراقي اللي هو ذاك، وهذا شنو؟ هذا الإيراني، وهذا شنية؟ ها المانجا. قبل فترة مشاهدين أنا سويت جولة بأحد الأسواق وشفت المانجا، المانجا ما شاء الله بيها فوائد كثيرة، وهذا الزنجبيل مو الزنجبيل، يعني هذا فوائد لا تعد ولا تحصى. طبعا مشاهدي احنا غايتنا من كل جولاتنا الصباحية نتعرف على كل ما يدور بالأسواق أو بالشارع، وأيضا ما ننسى هذه المناطق الجميلة اللي تكون بها كل طبقات المجتمع، الفقيرة والوسط وحتى الناس اللي ما شاء الله الله فضل عليهم. طبعا زملائي لكم الجو حتى تتناقشون اليوم على كل ما يدور باللي شفتوه طبعا، وشفتوني يعني عند اكل لارنجي. اتمنى لكم يا رب نهار سعيد مليء بالحب والامل والطاقه الايجابيه على عيون كل مشاهدينا. هذه عوده لكم زملاء داخل استوديو برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس، تقبلوا تحياتي انا رائده فاضل وتحيات كل كادر العمل مع الف سلامه.